تخليدا لذكرى عيد المولد النبوي الشريف تنظم جمعية الأصيل للتضامن من أجل التنمية بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي والمجلس الجماعي لبرشيد الدورة الثانية من المهرجان الجهوي للسماع والمديح والفن العريق تحت شعار دور السماع في تهذيب النفوس وتحقيق الأمن الروحي لدى الشباب، وذلك من 19 إلى 21 دجنبر 2019 بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة برشيد.